صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين، ما المراد بالموتتين في الآية؟ موتتين اللي قبل خلقه في بطن أمه كان ميتا، كان ميتا، لأن النطفة ميتة موات، ثم هذه النطفة يخلق منها الجنين، فهذه حياة من الموت. الحياة الثانية بعثه من قبره يوم القيامة. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فهو كان ميتا في العدم ثم أحيي ثم مات ثم بعث، هذا هو. نعم.